ما اعتقدش تامر قال كده، ما اعتقدش ان هو قال كده، لان انا ما قريتش التصريح ده. بس هي الارقام يعني حتى ترتيبا يعني معروفه، هو مستر اكس هو الاول على الافلام العربي، يمكن اوبنهايمر بس هو اللي سابقني في الاجنبي. هو مش حكر على احمد فهمي او على اي حد فكره السوبر هيرو يعني. تامر حسني مش على خطاك انت وبيقول ان هو الايرادات الاعلى، يعني انت اول حد عمل البطل الخارق في الراجل العناب، فالنهارده هو تاج فكره البطل الخارق انت اللي بدأها. ما لهاش علاقه بالايرادات يعني، هو تامر ما قالش انا اعلى ايرادات، بيقول ان هو اعلى ايرادات في الوطن العربي يعني في خارجيه. يعني فين؟ تاج. لا انت راجل يعني صحفي وعندك مصادرك واخبارك، بس دي ارقام. ما اعتقدش تامر قال كده، ما اعتقدش ان هو قال كده، لان انا ما قريتش التصريح ده. بس هي الارقام يعني حتى ترتيبا يعني معروفه، هو مستر اكس هو الاول على الافلام العربي، يمكن اوبنهايمر بس هو اللي سابقني في الاجنبي. بس هو ده تقريبا، لكن في الافلام العربي كلها هو رقم واحد في الوطن العربي. فكره البطل الخارق ان انت لما بداتها في الرجل العناب والنهارده تامر بيقدمها في السينما. بص هي مش حكر على حد ان انا عملت الرجل العناب ونجح، فما ينفعش تامر يعني يعمل تاج. لا يعني هو حر، هو في الاخر راجل فنان وعنده جمهور وراجل ميجا ستار، عارف خطواته وعارف بيدرسها ازاي وعارف هو محتاج ايه في المرحله دي. فهو كان شايف الانسب ان هو يعمل سوبر هيرو، فهو مش حكر على احمد فهمي او على اي حد فكره السوبر هيرو يعني. فاعتقد ان هو ادرى بخطوته وشايف لا ان هو من حقه تمام يقدم اي نوع ملوش علاقه بالرجل العنابي يعني. الاشاعات مالها ومالك يعني، بعد ما يخلصوا اشاعتك انت وهنا نقول ان كريم ومراته مثلا في خلاف معاك انت وهنا الحاجات الشخصيه دي. بس مش والله مش يعني انا مش من الناس اللي بتكسف ولا بص. دايما حياه الفنان او اي حد معروف بتبقى مستباح يعني، اي حد ينفع يتكلم. انت ما تعرفش دايما المشكله بتبقى فين، في مشكله اصلا ولا مفيش مشكله. فانت انا لو سالتك دلوقتي في بيتك ده انا كده هبقى متقفل يعني عشان اجيب لك من الاخر. ولو انت حتى اديتني رد نصيحتي ليك مش هتكون منطقيه، لان انا ما عنديش المعلومه كامله ان في مشاكل اصلا او ما فيش. او فانا في الاخر مش عشان الموضوع شخصي بالنسبه لي، بشوف ان 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 احكام الناس وتدخل الناس في المشاكل وافتراض ان في مشكله، او حتى لو في مشكله افتراضك ان انت عارف ان حلها، فده شيء مزعج جدا. انا كنت بتتكلم فيها اصلا حتى لو في مشكله يعني. انا مش من حقي اسالك، فاهم؟ فانت مش من حقك تسالني. لا. انا مش بحرجك على فكره خالص. عارف والله. والله عشان ما تفهمنيش غلط يعني. لكن ما يعني انا شايف ان طبعا انت دي الضريبه بتدفعها كممثل او لعيب كوره او اي حد شخصيه عامه يعني، لكن انت اللي بتحجمها في الاخر. فانا شايف ان حياتي الشخصيه مش ملك حد يعني. صح كده رضا. اخباره ايه؟ والله يعني لحد دلوقتي ما كان في كلام مع حلمي من فتره كبيره، واشتغلنا على تتابع واشتغلنا على حاجات، بس لسه مش عارف هو مشروع حلمي اللي هيكون جاي يعني. كان هو المفروض هيخش فيلم الاول ولسه يعني بناخدها خطوه خطوه. بس طبعا يعني شرف كبير ان انا ارجع اشتغل مع حلمي بعد السنين دي كلها. واحمد نادر جلال يعني صاحبي واخويا برضو، حابب ان انا ارجع اشتغل معاه. تعليقك على سيره الباتع وكمان رد الفعل بتاعه كان في رمضان، حبيته ده؟ لا حبيته يعني، حبيت العمل ياما ما كنتش عملته. بس هي الفكره كلها انت في كل تجربه بتخشها بتتعلم من مخرج كبير اشتغلت معاه، بتتعلم من التجربه نفسها. كانت سكه جديده عليا خالص ان انت بتلعب في حته بره اللي انت بتلعب فيه وجوه رمضان، فتعلمت من التجربه كتير واستفدت منها. وبشكر كل الصناع واتشرفت بالشغل معاهم. مشروعك الجديد ده؟ مشروع جديد السنه دي انا يعني عايز نفسي ان انا انجح ان انا اعمل فيلمين سينما في سنه واحده. فبحضر فيلمين ان شاء الله، وعجباني فكره البلاتفورم يمكن اكتر كمان من ال 30 حلقه. فان شاء الله يكون في بلاتفورم يعني اللي الحق اعمله فيهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تخلص كل حاجه ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا. شكر جدا.